سعيد فسكا لجنه عضو لجنه حوار حركه على درب 96 من إميضر في اطول اعتصام عبر تاريخ المغرب. نود ان نحيي عاليا منتدى بدائل المغرب FTDS والإفماس وإكسفام على منحنا هذه الفرصه لتسليط الضوء على احتجاجات إميضر عبر هذا المنتدى. تحيه المجد والخلود الى شهيد قضيه إميضر شهيد اعتصام 96 لحسن سلطان. تحيه التحدي والصمود الى كافه المعتقلين السياسيين وخاصه معتقلي قضيتنا العادله. تحيه النضال والصمود الى كل المناضلين الديمقراطيين وكل الضمائر الحيه الهيئات والمنظمات الحقوقيه الوطنيه والدوليه الذين ساهموا سواء من قريب او بعيد في دعم ومسانده حركتنا الاحتجاجيه المتوجه بالاعتصام المفتوح الذي تخوضه ساكنة جماعة إميضر منذ غشت 2011 لنكون في مستوى انتزاع حقوقنا المشروعة. نتقدم بالشكر إلى كافة المنابر الإعلامية الحرة والوطنية والدولية على اهتمامهم ومواكبتهم لمعركتنا النضالية من أجل تنوير الرأي العام حول نضالنا السلمي رغم الحصار والتعتيم الإعلاميين الذين تحاول من خلالهما الشركة المعدنية والمخزن استغلاله لتغليط الرأي العام عبر أديالهم من الإعلام المأجور. فكما تابعتهم حركة على درب 96 حركة احتجاجية اجتماعية مستقلة منبثقة من ساكنة جماعة إميضر القروية التابعة لإقليم سنغرب الجنوب الشرقي للمغرب تخوض اعتصاما مفتوحا بشكل سلمي هو الأطول من نوعه من شهر غشت 2011 للدفاع عن الحقوق السوسيو اقتصادية والبيئية لساكنة الجماعة منها تقنين وعقلنة استغلال الثروات الطبيعية والتخفيف من حدة التلوث وتنمية حقيقية والصحة التعليم الشغل توفير البنية التحتية الأساسية. سبق أن طلبت بها هذه السكنة منذ احتجاجات 1986 والاعتصام السلمي المقموع سنة 1996 وهي مطالب مرفوعة بالأساس إلى شركة معادن إميضر والسلطات المعدنية. إن جماعة إميضر تحتضن أكبر منجم لاستخراج الفضة والمعادن النفيسة في إفريقيا وينتج أزيد من 243 طن من الفضة الخالصة سنويا. وقد استثمرت الشركة المستغلة للمنجم والتابعة لمجموعة مناجم فرع الشركة الوطنية للاستثمار مؤخرا قصد الزيادة في الإنتاج ليصل إلى 300 طن سنويا حسب مصادرها مما سيجعل من المنجم من الأوائل العالمية لإنتاج الفضة. هذا التوسيع الهائل ستصاحبه مضاعفة حدة تلوث البيئة واستنزاف للثروة المائية. وقد واجهت مطالب السكنة الاجتماعية والاقتصادية بتجاهل ولا مبالاة الشركة وفي أحسن الأحوال بحلول ترقيعية تتسم بمقاربة الإحسان والتصدق ورافق ذلك مقاربة أمنية من طرف السلطات مما أدى إلى اعتقال مجموعة من المناضلين بشكل تعسفي ومتابعات في حق آخرين. إن التنمية الحقيقية رهينة بتحقيق التوازن والترابط بين ما هو اجتماعي اقتصادي وما هو بيئي فلا يمكن أن نتحدث عن التنمية وثرواتنا الطبيعية تنهب وبيئتنا تلوث وتخرب ولا يمكن الحديث أيضا عن التنمية في غياب ولو واحدة من إحدى ركائزها الأساسية السابقة الذكر. فمهما استثمرت الشركات المستغلة للمناجم في المجالات السوسيو الثقافية والمجتمعية إلا أن تهديد البيئة وتخريبها يحول دون تحقيق التنمية المنشودة بل يعيقها ونبقى دوما تحت لعنة التلوث والمشاكل الاجتماعية وما أكثرها اليوم. فإذا كان نهب ثرواتنا الطبيعية وتخريب بيئتنا وتهديد استقرارنا وعيشنا على أرضنا الأم شرطا أو رفيقا للتنمية التي يدعونها فنحن نتبرأ منها ونطالب بالحد من تلك الممارسات العنيفة بصيغة أخرى. لا مجال للحديث عن تنمية حقيقية بدون ترابط وتكامل بين التنمية السوسيو اقتصادية والبيئية كأساس لتحقيق باقي الأهداف والحاجيات الأخرى للإنسان. واليوم لا نريد ولا نحتاج إلى سماع تلك الأرقام المليونية التي يستثمرها ناهب الثروات ومخرب البيئة في بعض المشاريع الاجتماعية والثقافية. ذلك الوجه الأمامي اللامع بل نسعى ونتطلع إلى نقلة أو طفرة نوعية ترتقي بحياة الإنسان نحو الأفضل. فلا تهمنا الميزانيات والأرقام بل تهمنا حياتنا كرامتنا وأرضنا قبل كل شيء. فلا حاجة لنا إلى تلك التنمية التي تستوجب التضحية بالأرض وبالماء والهواء. لا حاجة لنا إلى تنمية تكلفنا بيئتنا وأرضنا الأم.
في الختام نود نؤكد للرأي العام الوطني والدولي تشبثنا بالاحتجاج السلمي المفتوح حتى ننزع حقوقنا المشروعة، ونطالب مسؤولي شركة معادن إميد الرتبعة لمناجم الهولدينغ الملكي والسلطات السلطات المحلية بالتحلي بالحكمة والمسؤولية والحوار الجاد من أجل الوصول إلى حل يرضي الجميع، كما ندعو جميع وسائل الإعلام الوطنية والدولية والهيئات والمنظمات الحقوقية إلى زيارة ميدانية للوقوف على حقيقة الواقع وفتح تحقيق دقيق في الموضوع. المجد والخلود لشهدائنا الخالدين، الحرية لمعتقلينا، والنصر لقضيتنا العادلة، وشكرا.